لا سوليداريتي والله شوفي شهرزاد ما تخافيش يكون تكونوا سودي فهمتي تكونوا فريمون سودي حنا راه 11 شهر صراحه شهر داز علينا فريمون صعيبه فريمون صعيبه بزاف 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 عاتي بالخلعه ديالها بالستريس انت ما عارفش واش غدا غادي تدوز ولا لا كل مره كتخرج غير ما خفش كل خاص سورتو الثقه ديال لي ستوديون خاصك تكون تايق في خوك فهمتي انا ما عرفتش نتوما شحال من ستوديون ناسيونال مي صراحه كنشوف ما شاء الله لي ريلز ديالكم في تيك توك راكم غاديين في الطريق مزيان والله حنا كنهضروا عليكم راكم غاديين فريمون في الطريق راه فريمون راكم دايرين بحالنا ما تخافوش كامل انا بلونش حنا راه وصلنا انا بويكوتي دو سيمستر و انا كومونسي السيمستر ديال هذا العام و اون ايتي بري زعما اننا بويكوتي وكل ما كون ما عطوناش المطالب ما الحمد لله والله الإعلام في الجزائر الجديدة انزلاقات خطيرة تؤسس لدولة بوليسية قمعية تخون من تشاء بجرة قلم تسجيل صوتي لما قيل إنه بين طالبة طب مغربية وطالبة طب جزائرية استغلته أذرع إعلامية للشيطنة والتلفيق المخزن يدخل على الخط عنوان عريض في الصفحة الأولى لجريدة الخبر الجزائرية جريدة الصدق والمصداقية كما تسمي نفسها الجريدة الخاصة المقربة من السلطة نفتت سمومها لتخوين طلبة الطب لا لشيء إلا لأنهم يواصلون احتجاجهم السلمي الجريدة عمدت إلى التشكيك في نوايا المحتجين زاعمة أن وزارتي التعليم والصحة استجابتا لأغلبية مطالبهم السلطة وللضغط على طلبة الطب وإيجاد المبرر لقمعهم والقضاء على احتجاجهم لجأت إلى نظرية المؤامرة يؤكد ملاحظون جريدة الخبر تكفلت بنسج خيوط القصة وحبك عقدتها بناء على مكالمة مزعومة بين طالبتين جزائرية ومغربية الجريدة نشرت مضمون المكالمة وعدته تحريضاً من الطالبة المغربية لزميلتها الجزائرية بمواصلة الإضراب والحقيقة أن المقطع إن صح مجرد تضامن طلابي قدمت فيه الطالبة المغربية تجربة إضرابها وزملائها في المغرب الجريدة أوغلت في تهويمات ما أسمتها الأيادي الخارجية والتطبيع لضرب استقرار البلاد وتورط المخزن ممارسات السلطة الفاشلة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية وتوريط الإعلام لتخوين المحتجين انحراف خطير برأي مهنيين هل يعقل أن يكون طلبة الطب وغيرهم من مختلف الفئات في حاجة إلى تحريض خارجي للمطالبة بحقوقهم؟ وهل يشرف جريدة الخبر أن تسقط هذه السقطة لتطعن في وطنية فئة من خيرة الطلبة وأنجبهم؟ السلطة وبهذه الخطة الشيطانية تلعب بالنار والخبر بصبها الزيت عليها تتورط في مخطط التعفين الشامل يؤكد معلقون وقد رد طلبة طب المضربين اليوم على هذه الحملة التي تستهدفهم الخبر وأذرع إعلامية أخرى برفع العلم الوطني بالتأكيد على حب الجزائر وبقسمة نتابع الجبال الشامخات الشارقات نحن زرنا فحياة الأممات وأعطنا العزم عنك يا جزائر فشهدوا وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا يقول الطلب ردا على ما يتعرضون إليه من تشويه من هذه الأذرع الإعلامية لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر دكتور محمد لامين شيبان الطبيب والناشط السياسي من الشرفة من ولاية البويرة ومن جنيف طبيب والناشط الحقوقي الدكتور عبد الحميد مهني نبدأ من الجزائر دكتور محمد لامين شيبان ما رأيك في هذا الاستهداف للطلبة الآن هذه المحاولات تخوين تشويه ربط الطلبة وإضرابهم بمؤامرة مخزنية تقول الأذرع الإعلامية بعد أكثر من شهر من التعتيم على هذا الإضراب والطلبة مضربون لم يكن هناك أي تناول إعلامي لإضرابهم إلا نادرا الآن يتم تشويههم بهذا الشكل
لك أخي جمال الدين، وتحية إلى زميلي المحترم الدكتور عبد الحميد مهني من جنيف، وتحية إلى كل شرفاء وأحرار الجزائر. صراحة يعني نتأسف، يعني نفس الممارسات. يعني الطلبة الطب في الجزائر يتمسكون بحقهم في الإضراب، وهذا حق شرعي وقانوني، يعني مطالب مشروعة، تحسين التكوين، تطوير قطاع الصحي، رعاية الأفضل للمواطنين، يعني هذا لصالح المواطن، يعني إضراب في إطار قانوني، يعني ما مش. ولكن للأسف الإعلام، ديما الإعلام هذا المأجور، الإعلام العار والتافه لحد الساعة في جمال الدين لم ينقل أي حدث عن هذا الإضراب لطلبة الطب. يعني هذا شيء عجيب. يعني وحتى الوقفة الاحتجاجية للستين اللي قاموا به الأساتذة لبروفيسور ميتين شيف دو سيرفيس بالمستشفى الجامعي بقسنطينة الحكيم بن باديس، داروا وقفة احتجاجية ولا كلمة عليهم. يعني في الدول المحترمة عندما يكون هناك يعني أزمة يبحثون لها عن حلول. احنا عندنا هنا يكونتور الإشكال والأزمة ويشوفوا ما هو الشيء اللي يشغل به الشعب. يعني صراحة في صفحتين يعني إلكترونيتين هنا في الجزائر معروفة، موش داعي باش نذكرها. الأولى تتكلم على ابن بالماضي، اللاعب المحترم المدرب بالماضي اللي في عمره 16 سنة ولعب أمس، واليوم لعب أمس على ما يظن في قطر، يلعب في قطر، هو لعب او كوم سون بروميير ماتش اون طونك بروفيسيونيل، ولا كلمة على الأطباء. في نفس الوقت صحيفة أخرى إلكترونية معروفة يعني وقوية تتكلم على الماتش اللي راح يكون بين ليبيريا والجزائر في تيزي وزو، ولا كلمة على الأطباء. يا للأسف يعني. ولكن نقول لك حاجة، جوزيف غوبليز يقول أعطيني إعلام بلا ضمير أعطيك أنا شعب بلا وعي. جوزيف غوبليز هذا طبعا وزير دعاية هتلر. يبقى معنا دكتور محمد لمين شبالنا. قبل أن نسمع من الدكتور مهني نتابع رد أيضا الطلبة الذين يواصلون إضرابهم على حملة التشويه التي تطالهم. جهات خارجية تحاول بوسائل التحريض والتضليل اختراق صفوف طلابنا، مستغلة أجواء الإضراب لترويج لمنشورات مسمومة تهدف إلى زعزعة الثقة بين أبنائنا ومؤسساتهم. في الوقت الذي تحقق فيه الجامعة الجزائرية نجاحات ملحوظة سواء في تصنيفها على مستوى المغاربي والدولي أو من خلال إنشاء الأول جامعة لعلوم الصحة في المنطقة، لكن يبقى هناك من يسعى لضرب سير تقدمها، وذلك بتحريض طلبة الطب على مواصلة إضرابهم. إصرارات كبيرة حققتها الجامعة الجزائرية تصنيف الأولى عربيا ناهيك عن الانفتاح الجامعة الجزائرية وجعلها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وها اليوم المخزن يستثمر ويحرض ويجند طلبات كلية الطب على المستوى الوطني من أجل المستنقع الكبير والمخطط الفاشل والمخطط الدني. دكتور مهني، يا قنوات لا، نحن طلابنا أحرار يردون الطلب. استضافة وتحياتي ليك ولقناة المغاربية والمتفرجين ولزميلي أستاذ محمد لامين شيبان. والله شيء مضحك، يعني كي العلماء تشوف أنه يعني يشوفوا المؤامرة في كل دورة، كما يقول المثل، يعني يشوفها في كل دورة. يعني عندما يكون مشاكل تتلقى تواجهها
المغرب هو المسؤول، عندما تشوف الإضراب المغرب هو المسؤول، دونك هذا هو الحل اللي يقترحوه. نظرية المؤامرات والمؤامرة وتآمروا كامل علينا، وإحنا أحسن شعب وأحسن دول وفي إفريقيا وفي العالم وفي كذا وكذا. يا أخي لو يروحوا يشوفوا الجامعات في أوروبا ولا في الدول المتقدمة حتى في إفريقيا، كاين قنوات لتفك المشاكل بدون يعني أنه يكون توصل للأزمة، ما يتركوهاش حتى توصل إلى أنه تكون أزمة يعني لعدة أسابيع. لكن هذا النظام يستعمل اللي هو نظام بوليسي قمعي، يستعمل الأجهزة البوليس السياسي لتحريك الصحافة وتحريك، في حين أنه لازم يفتح قنوات حوار، يمشي يعني بجدية وتكون عنده إرادة سياسية. لكن هذا النظام أنا صراحة ما نظنش أنه عنده إرادة سياسية حتى باش يلبي حاجيات الطلبة، وهو يحاول يعني عندما ما يلبي لهمش ويستمروا في إضرابهم هو يصبحوا خوانة. إلى مشاكي ما حب، أنت وطني وأنت ناس ملاح كما يقولوا، لكن إذا كان يعني استمر في الإضراب هو يعني يصبح خائن البلد وخائن وما يصلحش خلاص. المشكل يعني حتى ويقدموا لك نقاش ما بين الطلبة، في الحقيقة هذا النقاش أنا رحب به وشايفه أنه نقاش سليم ويعني صحي، على أقل يدركوا أنه الطلبة المغاربة والطلبة الجزائريين والطلبة التونسيين هذو كلهم طلبة شمال إفريقيا. وفي زمان يعني لو شفنا رجعنا إلى نجم شمال إفريقيا كانوا التوانسة والجزائريين والمغاربة يعني في نفس النضال، إخواننا المغاربة ساعدونا في والتوانسة ساعدونا في تحرير وطننا، وبالتالي يعني هذا عادي يعني ما كاش يعني لا. لكن البوليس السياسي يحاول لأنه هو ضعيف، يعرف أنه ضعفه ما هوش قادر يلبي الحاجيات، ما هوش قادر، إذن هو الشيطان، وبالتالي يحاول يعني يخون، لأنه ذكا كان سياسة يارك معنا يارك ضدنا، بكي تجي ضده يعني أنت خاين، أنت ماكش وطني، وأنت ما وطنيتك مخصوصة ومنقوصة وغير مشكوكة، وروح حدث ولا حرج. يعني هذا النظام من وقت إلى متى هو يرجع ليرشده؟ ما كانش سياسة، الأحزاب ما تتكلمش، الأحزاب بين قوسين ما تتكلمش، الصحافة ما تتكلمش، بصحين ما تتكلم باش تشيطنهم وتخونهم. يعني شوية خل خلاص، هذا احنا رانا في القرن 21، ما راناش يعني عندما تشوف هذه وتقول له كاش واحد هنايا في اوروبا تقول له يا ودي هناك طلبه يتحتوا منهم يعني من جنسيه مختلفه ويتحتوا على مشاكلهم ولا اضرابهم ولا يخرجوا لهم ويقول لهم انتم خوانا، يخرجوا لهم ويقولوا لهم انتم وطنيتكم مشكوكه، يعني هذا عيب ويستهدفون يعني دكتور محمد لامين شيبان، يتم استهداف يعني خير طلبة الجزائر، يعني من يذهب إلى الطب أعلى درجات أو معدلات القبول في الجامعات هي معدلات الطب، كلية الطب، ليس كذلك؟ يتم استهداف صفوة خيرة أبناء الجزائر وبنات الجزائر بهذا الشكل وبهذا التخوين وبهذا التحريض حتى عليهم، هم أطباء المستقبل، بينما من يكتب والذين يكتبون بعضهم يخجل حتى من يضع اسمه، وربما المفارقة أنه يتهجم على الطلبة وعلى الأطباء أطباء المستقبل ويذهب إلى المستشفى ويطلب من هؤلاء أن يعالجوه ويعالجوا عائلته.
نعم سي جمال، فرانس فانون رحمة الله عليه كان يقول لا تستعملوا شعارات الوطنية على شعوبكم. هذو حيعطيو درس دوك للوطنية لا كريم كما تفضلت جمال. يعني هذا لي ميدسان ريزيدون، هذو موش هذو الأطباء طلبة، يعني أغبياء لهذه الدرجة، يعني غير ناضجين. ميديا الإذاعة للمغرب اللي تابعة للمخزن كما يقولوا، وتكلمت على الإضراب تاع المغاربة تاع الأطباء، راهم في إضراب اليوم، الأطباء المغاربة في قطاع العام راهم في إضراب اليوم وغدوة، يعني وكل مؤسسات الصحة راهي إما عادة للسيرفيس دو ريانيماسيون الإنعاش إي ليزورجونس الاستعجالات. احنا ما كانش كلمه على على طيب. لا على العقل لا على حتى في المقابل في المقابل يتم الحديث في التلفزيون الجزائري الاعلام الجزائري عن الاضرابات في المغرب، والتي تناقش مثل ما اشرت اضراب طلبه الطب لتقريبا عام في المغرب. كان هناك حديث على التوصل الاتفاق، هناك من رفض الاتفاق، ولكن يتم طرح هذا الموضوع في الاعلام وحتى في البرلمان. لماذا في رايك هكذا سياسه في الجزائر الجديده؟ هو المفروض راهو المجلس الشعبي الوطني يتكلم عليها والصحافه تتكلم عليها ولا لا لا، يعني هذا شيء عادي كما تفضل زميلي الدكتور مهني. يعني حتى اثناء الثوره كنت نشوف على حسين اي تحمد لو شيف هيستوريك كان يقول يعني الشيء اللي شجعنا في اول نوفمبر 54 اللي كان هو من المؤسسين جبهه التحرير وطامي دي سي شيف هيستوريك اللي شجعونا هما التوانسه والمغاربه. ونشكر السيد الحكيم مهني اللي تكلم على هذا الشيء. وهذا الاطباء هذو راهي الحكومه المؤقته كانوا فيها زوج صيادله اللي كانوا اصبحوا يعني بريزيدون دو جي بي را سي فرحات عباس رحمه الله عليه وبن يوسف الخدع، وكان ايضا ثلاث وزراء هما اطباء، الدكتور لامين دباغين والدكتور لامين خان والدكتور احمد فرانسيس. يعني هذو ما هوش من اليوم، هذو هذه المفروض يعني يكونوا عندهم القدر لهذا الاطباء هذو في عوض عوض يوجهوا السهم على المفسدين وعلى اللي راهم اللي خلاوا البلاد راكعه، يخونوا سبحان الله في هذا الاطباء هذو. شوم عليكم وما قالوها في الحراك، يا صحفه يا الشياطين انتم سبابنا يا المذلولين. يعني هذا الاعلام هذا المرتشي والله ما يستهلش دعم من طرف الدوله، راهم من الضريبه احنا لي زامبو تاعنا يروحوا نسلكوا لهم في لا نيف تسلك ولا ما والله ما يستاهلوا ولا حاجه. الاعلام هذا المرتشي هذا عيب، ولكن فاقوا بهم الاطباء يعني فايقين بهم والشعب كل فايق. يعني الطبيب المسكين يقول لك المريض ما لقاش طبيب، والطبيب ما لقاش عمل، راه ما لقاش عمل. يعني كيف كما تتفسر لي انت طبيب استاذ بروفيسور وميدسين شيف دو سيرفيس ما يلحقش ال 20 مليون سنتيم في الوقت اللي لاعب جزائري بروفيسيونيل هنا عندنا يوصل حتى المليار سنتيم في الشهر. يعني الى متى هذا الهوان هذا؟ طيب والى يعني ابقى معنا دكتور محمد لامين شيبان. طبعا هو نقاش مره اخرى يعود الواجهه حول فزاعه المؤامر. لماذا كلما أخفقت السلطة في تسييرها للشأن العام وعجزت عن إيجاد الحلول لأزمتها أشهرت فزاعة المؤامرة؟ مواصلة طلبة الطب إضرابهم بعد أكثر من شهر يعني أن الجهات الوصية فشلت في حلحلة الوضع. إصرار المضربين على افتكاك حقوقهم كاملة يعني أن السلطة ترفض الاستجابة والتعاطي معهم بإيجابية. رفض يكرس فشل السلطة المستديم في التسيير والاستشراف والمرونة في تسوية النزاعات باقتدار يؤكد مراقبون، ويشيرون إلى أن لجوء السلطة إلى نظرية المؤامرة وتخوين المحتجين لتدارك الوضع أصبح نهجاً سياسياً ولم يعد استثناء.
التشكيك في نوايا الطلبة المضربين وأهدافهم وتلفيق التهم لهم نموذج صارخ لهذه السياسة، سياسة تطعن في وطنية أنجب الطلبة وشرفهم وتشيع اليأس والخيبة بين الشبان لهول ما يواجهون، سياسة هوجاء لا تحتاج إلى كفاءات أو عبقريات، مجرد أوامر للأمن بفض الاحتجاج واعتقال المحتجين. تحقيقات وتقارير ملفقة تحال على العدالة لتتكفل بإتمام إجراءات التخوين وإصدار أحكام جائرة. ممارسات فاشلة، عنوان الجزائر الجديدة تنذر بنهاية مأساوية للجزائر الجديدة أتعس من نهاية ما تسميه العصابة المافيوية، يؤكد محللون. لإحباط ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس تستهدف وحداتنا الترابية والشعبية. فيه مؤامرة لزعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة، تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة، الجزائر أيضا مستهدفة، مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا راكم تخوفوا فينا، نعم إيه نخوفوا. هذا مرغول آخرهم دكتور مهني، نعم الخوف، مرغول هو في السجن. عمار سعداني قبله انتهى فارا من الجزائر بمليارات، وهو طبعا معلومات تقول انه موجود في المغرب اصلا يعني، وايضا يحيى بدوي في السجن ونفس الخطاب مره اخرى، لان يستهدف الطلبه، وبالعكس بدلا من الذين يحرضون على الطلبة ويشوهونهم هم المدعوون للتعقل. صحيفة الشروق تقول بأنه طلبة الطب مدعوون إلى تغليب العقل والالتحاق بالدراسة ولتفويت الفرصة على جهات داخلية وخارجية تريد استغلال الوضع، وتزعم بأنه نقابات قطاع التعليم تدعو طلبة الطب إلى العودة للمدرجات. شوف أستاذ جمال، خلينا نكون واقعيين، هذا عندهم نفس المنظر، واحد اللي هو لص ومن بعد يهرب يمشي للمغرب، ودرك يعني حتى اللي كان يحك ويخرج المناظر المؤامرة كسبب لباش يعني أنظمة، هذه ما تفقهش السياسة، لأنه ما عنده تعرف مليح لو كان تدخل الميدان السياسي ما عندهاش الحجة. عنده منظر واحد هو اللي يمروا عليه كامل، يعطيهم دروس يعني كيفاش استعمال المؤامرة كأداة للحكم. هذه هي باش ما عندوش. انت عندك الأسلحة، انت في اول نوفمبر خرجت لنا كامل الأسلحة اللي روسيا في الحق ما تحتاجش مانبا حتى باش توري، يعني الأسلحة تاع توري الا الأسلحة اللي ممكن ما باعتهمش للجزائر، هذوك اللي ممكن تخرجهم. اما الجزائر هي تعتبر نافذة لسلعة الروس
وبالتالي يعني هما يقول النظرية المؤامرة هذا ما عندهم نفس المنظر، لهذا يتكلموا نفس الشيء، يمشي في الحكم في الجزائر نفس الشيء، يقول لك انه كل قاعد يتآمروا علينا وقاعد يشوفوا فينا. يعني يا سيدي واحد ما يسمعك لو تشوف كل مؤشرات نتاعك قاعرك يعني قاعرهم في الحمر، ما كانش واحد اللي راه يعني يفرح ويقول لك احنايا وعندنا ودرنا والاخر، انت ما درت والو. لو كان دار كانت تظهر واحد اللي عنده الثقة في نفسه لأنه خدم وجعل من بلده يعني يكون بلد يعني اللي عنده صراحة. الجزائر عندها إمكانيات، عندها إمكانيات هائلة لكن غير مستغلة، غير مستغلة بيان شير بناس كما هذو نصبحوا إلى ما كناش مستهدفون نصبحوا مستهدفون، لأنه ضعفوا الجبهة الداخلية، ضعفوها يعني صبحت ضعيفة ما كاش. يعني وره المواطن هذاك اللي يقول أنا جزائري وين حقه من وطنه، وين حقه من وطنيته؟ يعني هو ما عندوش. وهذا ما يرفعه الطلبة دكتور مهني أنه يطالبون، المفروض بلد غني الجزائر يعني مستوى دخل الأطباء مؤسف، يعني أنه طبيب في الجزائر يأخذ معادل 200 أورو مثلاً، وأيضا مطالب أخرى. في رأيك هل هذا التصعيد محاولة التشويه هو لمنع الاحتجاجات لكي لا يتم تلبية المطالب ولمنع احتجاجات أخرى، أم خوفا من عودة الحراك كما ذهب البعض؟ يعني حراك طلابي قد ربما يفضي إلى حراك ولمطالب بتغيير حقيقي يليق بالجزائر. شوف العقل يشوف انه ما الاراده السياسيه غير موجوده، بالتالي اللي يملك الاراده السياسيه حتى باش يغير الامور ما عندوش هذيك الاراده. الوزير لا شفته حتى الوزير التعليم العالي ما عندوش القدره حتى باش يغير، يستنى الاوامر، لانه علاه ببساطه هذا النظام ما عندوش شرعيه. واحد يعني كيكون عنده ما عندوش شرعيه يعني الكفاءات تهرب منه، لأنه يعرف أنه لو كان يتحمل المسؤولية بالتالي هو رايح يخفق، لأنه مش هو يعني بذكائه وبتجربته ولا اللي رايح يشوف المرحلة يعني كيف يسيرها. النظام هذا لكونه أنه لا شرعية له هو غير قادر يجيب وزارة كفاءة عندهم قادرين انه يفكوا المشاكل، لانه هنايا في مساله مثلا كطلبه الطب، هذه الناس تجلس حول طاوله وتتكلم وتعطي لهم يعني، لكن يعني المشكل اللي وصلت له الجزائر وهذا ياخذنا للاقتصاد. الاقتصاد لأنه هناك تضخم ما يقدروش يرفعوا ما يقدروش يرفعوا الأجور ببساطة. لماذا؟ لأنه ما رايحين يدخلوا ثاني في دوامة التضخم المالي. ولكن هناك أموال رهيبة تخصص المجلس الأعلى للشفاف مثلا وغيرها من المؤسسات والأموال، 126 مليار دولار، بعض يقول 128 مليار دولار قيمة الميزانية. يعني ليس هناك مال للأطباء 7 ملايين دولار فقط ميزانية الصحة، بينما ميزانية الدفاع تقريبا 26 يعني مليار دولار. يعني هذا يدلك أنه ما كانش إرادة سياسية. لو كانت إرادة سياسية عندما الإنسان مثلا يبغي يشتري بيت ولا يشتري كروسة مثلا لازم يخصص في الميزانيته باش يشتريها، يدير يحقق أماله، يعني يحقق المرغوب اللي يرغب فيه. في الجزائر لا، وما باغين الأطباء هذو يستمروا يعني بالأجور ما عندهاش خلاص، يعني المستوى متدني، زيد ما يعطلوش الإمكانيات، ما عندوش الإمكانيات حتى باش يلبي رغباته. لكن احتقار الأطباء المقيمين والطلبة واحتقار الصحة هو احتقار للجزائري. طيب لأنه هما
يمشي يرفد عين ما يكون مريض ولا قام يمشوا. الوزراء كان اكثر من 800 وزير والكوادر في الدوله الجزائريه هم يعيشوا في فرنسا. لماذا يعيشون يعني في فرنسا؟ ببساطه لانه في فرنسا هناك امكانيات حتى باش يعالجوا وياخذوا التقاعد تاعهم ويبقوا فما يعيشوا في عيشه يعني لبس. اما الجزائري البسيط الشعبي هذاك ما عندوش ما كانش. طيب. نسمع بالمناسبة ما يقوله وزير الصحة حول هجرة الطلبة. طبعا الطلبة يتم عرقلتهم من الحصول على الشهادات لكي لا يهاجروا لبلدان أخرى. نسمع ما يقوله وزير الصحة. أول الإشكال الأول، هل الأرقام المتداولة صحيحة؟ الإشكال الثاني، أليست العملية عملية تهجمية على سيادة الجزائر؟ والنقطة الثالثة والأخيرة، هل قصرت الدولة الجزائرية في حق الأطباء؟ وزير صحة، وزير صحة، المشاكل اللي راه عندك في الجزائر كل واحد راه يموت بالإفراط الطبي أو تهاون أو سوء معاملة ذنوب عليك. والله ما عندك سبيطار في الجزائر يشرف الدولة الجزائرية، كاع لي زوبيتو تاعك مدقدقين. وهذا رد برلماني على وزير الصحة دكتور محمد لمين شيبان. عندما تسمع هذا الخطاب كذلك، هذا الخطاب الرسمي، بين الشيطنة، بين محاولة يعني استغفال العقول وغيرها، مطالب طلبة، وأيضا قبل الطلبة هؤلاء كان هناك أطباء المقيمون قبل سنوات خرجوا وتعرضوا للقمع للضرب وسالت دماؤهم. في رأيك هذا التعامل هكذا الآن بهذا التشويه بنظرية المؤامرة بالتخوين على ماذا يدل؟ وترويج خطاب المؤامرة كل مرة. دكتور شيبان، دكتور محمد لمين شيبان، يبدو أننا فقدنا دكتور محمد لمين شيبان. دكتور عبد الحميد مهرني أعود إليك، يعني وأنت الطبيب الذي تخرج في الجزائر وأنت الآن في الخارج، الآن أيضا التعقيدات التي يلاقيها الطلبة لا يستطيعون الحصول على مناصب عمل في الجزائر، صعوبات في اختيار التخصصات، عدد كبير من الطلبة بانتقادات حتى من البروفيسورات الأخصائيين الذين حذروا من فتح عدد كبير من الملحقات الطبية، بينما سوق جزائري أو دولة حكومة لا توفر مناصب عمل. وعندما يريد المتخرجون الذهاب إلى الخارج لإيجاد فرص عمل وبظروف أريح وبأجور أفضل يعرقلون كذلك. وكنا نسمع تبريرات الوزير. شوف، لو كانت هذه السلطة عندها إرادة سياسية، الجزائري ما يحوش كامل باش يمشي للخارج، اللهم لا يمشي باش يتكون. لماذا؟ ببساطة العدد تاع الأطباء اللي يتخرجوا كل سنة، كاين اللي فيهم اللي يروح يمشي باش يدير تخصص، كاين اللي في الحق يعني، لكن الجامعات الجزائرية ما تشتغلش في البحوث الطبية. زيد لها هذه السعون اللي لا تتذكر السنوات الماضية نزع يعني للشركات اللي تشتغل في الجزائر وتنتج الأدوية، نزع لها شو اللي عيطوا لها المطابقة الأصلية، يعني عندما يكون يعني الدواء يعني الجينيريك يعني يخرج لازم له دراسة لتثبت أنه هذا الدواء عنده نفس الفعالية كالدواء الأصلي، يعني ما عندوش، ما يكونش مشاكل وتهديد للمريض، وثالثا يعني الدواء هذاك يبقى يعني مع الوقت مع مرور، لأنه الدواء عندما ينتج يصلح الأربع سنوات خمسة ستة يعني هكذا، يعني طولهم لا بيو إيكيفالنس. هذا الحذف
هذا يعني هذا المسار لإثبات أنه هذاك الدواء هو فعال وعنده كل هذا الصفات يحتاج الدراسات. الأطباء خصوصا الشبان قادرين يشتغلوا مثلا في الـ في الـ في الـ في البحوث وحتى يثبتوا أنه هذا الدواء يعني ممكن. يعني هناك يعني إمكانية، لكن هل الدولة الجزائرية النظام هذا قادر باش يفتح كل هذا الأبواب أمام هذا الشبان اللي قادرين يعني تمتصهم كلية، يعني ما يبقى حتى واحد اللي يمشي، لكن أعطيه يعني ياخذ أجرة لمحترمة طيب. يعني بكرامة يشتغل، أعطي له الإمكانيات حتى في التشخيص، ما عندهش ممكن الإمكانيات طيب. والوقت يضغط علينا دكتور، هني أعود إلى دكتور محمد لمين شيبان. دكتور محمد لمين شيبان، هؤلاء الطلبة الذين والذين يتخرجون أطباء ومختصين يعني يعرقلون حتى الآن في الوصول على فرص العمل في الخارج، وفي الخارج كثير من الأطباء، تبون كان يشير بالأطباء هم الأفضل في العالم، في المقابل يقول الجزائر أفضل منظومة صحية، وهو عندما أصيب بمرض نقل للعلاج في ألمانيا، وأيضا مسؤولون جزائريين يعالجونه في فرنسا بشكل خاص، وبينما في فرنسا حديث عن 25,000 طبيب جزائري، وكثير منهم بتخصصات يعني كبيرة جدا، وقد يعالج هؤلاء المسؤولون الجزائريون في مصفحات يعمل فيها هؤلاء الأطباء الجزائريون، بينما يعرقلون هذه الكفاءات داخل البلاد. نعم نعم صدقت أخي. يعني أولا حبيت نرد على هذوك اللي كنا نسمعوا فيهم هذا الشبه المعارضون، يعني ضعفاء يعني فاشلون، هذو الذين ليس لهم طموح الوصول إلى السلطة، دائما مساندون للسلطان، كانوا لبوتفليقة والآن تبون، يعني ما لغوا مور بي لغوا توفا بيا مدام ماركيز، هذو مساكن هذه أسطوانة نعرفوها. الذين يشككون في وطنية طلبة الطب هم المشكك فيهم، هم احنا المرضى عندهم، لأن للأسف يعني هذو الناس مأجورين. هذو لماذا تجين الشرفاء؟ لماذا تأجين الأحرار؟ رب يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تتكلموا على الأطباء، على سيادكم الأطباء بهذه الطريقة، وتخونوهم وتقولوا وراهم تابعين المخزن، كما خونوا بن خلدة وفرحة عباس في 76، والشيخ محمد خير الدين لجمعية العلماء، وحسين لهول والكوموندون سليمان اللي كان مسؤول جبهة التحرير والتحقق بالمعارضة، لما في 76 بومدين حب يدير الاتجاه الاشتراكي اتهموهم وقالوا ديزاجون رياكسيونير او سيرفيس دو ليترونجي. طيب يعني هذه قصة طويلة دكتور ومسلسل دكتور، قصة طويلة، ولكن حبيت نتكلم على المستشفى الجامعي بقسنطينة، يتكلموا الأساتذة لشاب سديس يقولوا لنحن نقولوا بلي راهو أحسن منظومة البروفيسور حتى كذبهم الآن سيتواسيون تاوتيك. شكرا جزيلا لك. للأسف الوقت أدركنا دكتور محمد لمين شيبان الطبيب والناشط السياسي، كنت معنا من الشرفة من البويرة. فاصل قصير ثم نفتح ملف إضراب إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في محبسهم في الجزائر. دخل إطارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعددهم 18 في إضراب عن الطعام احتجاجا على حبسهم منذ أكثر من عام في سجن القليعة بسبب بيان دعوا فيه للإصلاح في البلاد، ويعاني كثير منهم من تقدم في السن وأمراض مزمنة. ولكسر إضرابهم نقلت إدارة السجون ثلاثة منهم من سجن القليعة لسجن الحراش، وهم على علي بن حجر وأحمد الزاوي